مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة طبعا يعني زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن يعني موضوع مهم جدا في هذه الفقرة، ولكن خلوني أقول لحضراتكم نبذة صغيرة. إن نشر مركز معلومات مجلس الوزراء أوضح خلاله أن هناك تأثرا كبيرا لحق بالسلوك الاستهلاكي للأسر المصرية جراء جائحة كورونا، يعني طبعا ده في الإنفاق على الأدوات الطبية والذي وصلت نسبته إلى 80%، كما تسببت الأزمة في إقبال المصريين على استهلاك السلع الغذائية مثل الأرز وزيت الطعام والبقوليات وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشار التقرير إلى انخفاض إنفاق المصريين على الملابس والمواصلات ومصاريف المدارس بسبب إجراءات الإغلاق الاقتصادي التي كانت مقررة خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ أن أصدر مجلس الوزراء السلسلة من الإجراءات الاحترازية التي شملت حظر التجوال خلال ساعات معينة من اليوم. وطبعا يعني في هذه الإحصائيات حابين ان احنا طبعا نتكلم عن ميزانية الأسرة وفي الوضع اللي احنا فيه ده، وكمان يبقى عندنا بعض المواصفات او الوسائل اللي احنا نقدر نتبعها في الفترة اللي جاية. بيسعدنا وبيشرفنا ان نتكلم معانا في هذا الموضوع معانا الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. أستاذ محمود صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بحضرتك. أهلا بيك. يعني طبعا في ظل الظروف وجائحة كورونا طبعا اللي أثرت يعني على مصر والعالم كله طبعا بشكل كبير جدا، وزي ما حضرتك عارف طبعا الفترة اللي فاتت الناس بقت مهتمية ببعض الأمور المعينة، حابين يعني إزاي نقدر نبدأ في الأول كده، إزاي نقدر نظبط ميزانية البيت علشان ما نتأثرش وإن الأيام يعني تعدي بخير يعني. وطبعا بالتأكيد طبق المعلومات المنشورة في حقيقة الأمر حتى احنا بنلاحظ بشكل عام ان هناك حاله انكماش لدى المستهلكين، في حاله عزوف او يعني شبه عزوف عن استهلاك عدد كبير من السلع، منها اللحوم مثلا. يعني انا اعتقد انه المصريين تراجع استهلاكهم في اللحوم للحوم في فتره كورونا او فتره الحظر اللي كانت ممتده طويله 3-4 شهور دي، تمام، تراجع بنسبه كبيره جدا، وده يبان حتى في مبيعات الشركة القابضة للصلاحات الغذائية ومجمعات استهلاكية، كل ده واضح جدا. لكن بأمانة شديدة هذا الانكباش سببه أزمة كورونا، سببه أن الناس حست بحالة قلق، فهو بيبحث عن السلع الضرورية اللي بيحتاجها. يعني هو ما يقدرش يستغني عن الرز مثلا، ما يقدرش يستغني عن الزيت، هتلاقي أن في ارتفاع في معدلات استهلاك الزيت والرز، خاصة انه في ناس كانت قاعدة في البيت ما بتتحركش خارج البيت حركة يعني كبيرة. فبأمانة شديدة احنا عندنا كان أزمة، لكن أنا شايف إن الحكومة النهاردة عملت مبادرة إيجابية إنه وزارة المالية مع وزارة التموين هيضخوا في حدود 2 مليار جنيه لاستهلاك المنتج المحلي عشان ينشط حركة الصناعة وينشط حركة التجارة داخل مصر، تمام، فيما يتعلق بالسلع الغذائية أو المنتجات التي تصنع في مصر، عايز يشجع المنتج المصري. وبأمانة لو أنت حسبتها حسبة صحيحة الكلام ده هيعمل تنشيط لحركة التجارة، هيحفز المستهلكين على أنهم يعني يعودوا مرة أخرى لمعدلات الشراء الطبيعية اللي كانت يعني موجودة قبل فترة جائحة كورونا، يعني اللي عملت حالة إيذاء للعالم كله مش مصر بس. طيب حابين لو اتكلمنا عن يا أستاذ محمود عن موضوع ميزانية البيت، يعني طبعا باستثناء الفترة اللي بتمر بيها كل البيوت وموضوع جائحة فيروس كورونا، ولكن لو جينا اتكلمنا ايه أهمية إعداد ميزانية للأسرة في البيت، ايه أهميتها يعني سواء يعني باستثناء الجائحة اللي موجودة، حابين بس نعرف مشاهدينا أهمية هذا الموضوع. خليني برضه اقول لك بوضوح شديد، اي اسره تخلو من ميزانيه تحددها زي ميزانيه الدوله المصريه بالضبط، شفت انت ميزانيه الدوله يقول لك في عجز في الموازنه، في خلل في الميزان التجاري، تمام. انا اعتقد لابد ان تطبق النظريه دي على البيت، ان تكون هناك ميزانيه عامه للبيت. هذه الميزانيه 500 جنيه او 1000 جنيه او 5000 جنيه مثلا، تمام. هذه ال 5000 جنيه بتتوزع على الكهرباء وعلى الميه وعلى الاكل وعلى الشرب وعلى وعلى وعلى. ممكن انا محتاج عشان ادير الدوله دي، دوله البيت، تمام؟ ممكن ابقى محتاج 6000 جنيه
هضطر ان انا اقترض 1000 جنيه من اخويا او ابن عمي. ده بيحصل عندنا برضو في ميزانيه الدوله، ان انت ممكن تقترض من الخارج عشان تمول العجز اللي في ميزانيه الدوله. لازم يبقى عندك الميزانيه دي عشان تقدر تجبر العجز اللي فيها. يعني لو انت عايز 6000، انا ممكن اتنازل عن 1000 جنيه لو انا حاولت اضغط استهلاكاتي في حاجات معينه بعينها، بحيث انه الميزانيه اللي بتجيني اللي بيجيبها رب البيت، او اذا كان رب البيت والزوجه مع بعض. احنا عندنا، ودي ميزه من الميزات المهمه جدا في مصر، ان المراه المصريه مع جوزها دايما بيبقوا يعني زي ما بيقولوا يعني عاملين ميزانيه مزدوجه، مشاركين يعني مع بعض. بيشاركوا مع بعض وبيتالفوا مع بعض. ودي ابرز، انت عارف انت في بره مصر هتلاقي كل واحد يعني لو روحوا قعدوا في مطعم ممكن كل واحد ياكل على حسابه، تمام؟ لما احنا عندنا هنا في مصر الحمد لله حاله الشراكه وحاله الموده، وربنا يا رب يديم هذا الاستقرار على كل الاسر المصريه ويفرح الناس ويخليهم دايما عايشين في سعاده ويعدينا من الازمه دي. انت لازم تعمل موازنه، والموازنه دي تحدد فيها احتياجاتك الضروريه جدا، الضروريه يعني الى درجه انه لو يعني في مساحه لان انت تشتري كيلو تفاح وانت محتاج قصاده كيلو رز، هتفضل الرز طبعا. تمام، لان ده الحاجه اللي انت ممكن تبقى محتاجها عشان حياتك تستمر، يعني عشان تاكل عشان تعيش. تمام، بعدها هيبقى انت قدامك المواطن هنا يعني عنده شغف بفكره انه يروح مصيف، انه يروح مناسبه حلوه، انه يخرج هو وعياله. تمام، كل دي حاجات الاسره المصريه بتقدر توزعها على الموازنه العامه للبيت. والحمد لله رغم كل ظروفنا اللي حصلت دي، انت النهارده تلاقي ناس برضو بتروح تسافر، ما فيش بحر لكن بيروح يشموا هواء، يروحوا يتفسحوا، يعني هذا المواطن المصري. تمام، يعني دائما يعني يجي في العيد تلاقي ضغط نفقاته بس مش عارف فين، في رمضان تلاقيه السنه دي ضغطنا نفقاتنا في حاجات كتير. تمام، كل ده في النهايه لو انت حسبته حسبه صحيحه بيخليني اقول ان الاسره المصريه لديها هذه القدره. وبتمنى انه يبقى الناس اللي يعني عندهم حاله مش فكره سوء استهلاك، الناس اللي ناسيين الحكايه بتاعت الموازنه العامه للبيت دي يفكروا فيها ويبحثوها مع عيالهم. لانه خلي بالك، انت ممكن ابنك يسالك ويقول لك انا عايز اجيب حاجه معينه، لكن انت ما عندكش القدره. لو انت قلت له لا هتبقى انت حرمته، وده انتحار اجتماعي. انا بعتبره انتحار اجتماعي ان ابنك يقول لك عايز اكل لحمه مثلا وانت تقول له ما عنديش يا ابني فلوس. انما لو انت اشركته في ميزانيه البيت وقلت له ادي الميزانيه اهي، احنا بص يا جوزيف بنقبض كذا، يا محمد بنقبض كذا، والفلوس اللي احنا بنقبضها دي بتقضينا 1 2 3، تعالى نوزعها مع بعض. كل ما انت بس مش كل الاسر بتعمل كده برضه، فاحنا حابين برضه ناكد ان ده اسلوب حلو نقدر نتبعه طبعا يعني. واولادنا هيفرحوا بالحكايه دي، انه يشعروا بمسؤوليه، يحس بمسؤوليه طبعا. ان انت كمان لو قلت واحد منهم انت يا عم وزير ماليتنا، يا عم تعالى خد انت وزير ماليه البيت وقول لنا ايه رايك، احنا هنساعدك بس في ماما هتحتاج ايه ومش عارف مين هيعمل ايه، وننظم الميزانيه ويكتبوها. عارف لو كتبت الميزانيه تبقى 100 100. خد اللي جايه بقى الاهم، اوعى تروح مره اي هايبر من الهايبرات دي او اي سوبر ماركت كبير وانت جعان او عطشان. لانك لو جعان وعامل حسابك في ميزانيه معينه هتخرج الميزانيه دي ولا الهوا، مش هتلاقي اتضربت في مقتل. ايوه، لانك لو جعان هتشتري كل حاجه تتاكل، ولو عطشان هتشتري كل حاجه تتشرب. تمام، وبالتالي ودي سيكولوجية شراء على فكرة. أيوة. في ناس يعني في ناس تخش الهايبرات دي حالة الإبهار اللي موجودة، وهو طبعا جعان هتلاقيه يشتري بقى الحاجات اللي فيها لحمة ياكل قبل ما ينزل يعني. هو المفروض ياكل قبل ما ينزل، وخاصة المرأة. تمام، ستات انت عارف بيجي لهم حالة هوس في السوبر ماركت لما بيدخلوا يشوفوا البضاعة الحاجات المحطوطة يمين وشمال. طبعا الناس دي بيعملوا حالة يعني بيتبعوا سلوكيات او علم في التسويق. تمام، ان بيلعب على التاثير النفسي
لوجود الحاجات المبهره على الارفف وكلام من ده، وبالتالي هتلاقي نفسك خارج مفلس، ممكن ما يكونش معاك فلوس تروح بيها البيت. مظبوط. وبالتالي انت لازم تبقى عشان كده لما بنعمل اعداد ميزانيه بيبقى عارفين ايه اللي هيتصرف وايه اللي هي، وساعات كمان بيبقى الاعداد الميزانيه دي بيكون فيها شراء الحاجات دي برضه. طبعا. وقبل ما تدخل السوبر ماركت او الهايبر احسب حسبتك، انا عايز داخل بهدف اجيب شويه رز، شويه سكر، شويه زيت، شويه اجيب سمنه، اجيب مش عارف ايه، داخل اجيب الحاجات المحدده اللي انا محتاجها. ما اروحش لا يمين ولا شمال عشان الميزانيه ما تخرمش مني. لان لو خرمت هتروح انت ضارب الميزانيه اللي انت عاملها. مظبوط. تمام. وده على فكره بيحصل حتى على مستوى الدوله. طب في بعض الاحيان تبقى عامل حسابك في ميزانيه معينه، فجاه تطلع لك حكايه كورونا دي مثلا، فتضطر تعمل انفاق زياده على الصحه، تعمل انفاق زياده على الوقايه من كورونا، تعمل انفاق يعني. كل ده كلام موجود على مستوى الدوله، موجود على مستوى الدوله الصغيره اللي هي البيت. البيت هو دوله صغيره، ولا يجب ان تفصلها او تخليها بمنأى عن الدوله الكبيره. هو دوله بالفعل فيها رئيس وفيها، وطبعا انت عارف رئيس مين يعني، او حضرتك عارف، واكيد الساده المشاهدين عارفين مين رئيس البيت. رئيس البيت الست، هي دي اللي بتبقى يعني دايره الحكايه. والمراه المصريه بامانه شديده في ظل الظروف اللي عدت تاخد جايزه عالميه، يعني امراه بكل المقاييس طبعًا. رائعه. طبعا طبعا. عملت كل حاجه عشان بيتها يستمر. طبعًا. عملت كل الخير عشان بيتها يستمر. والمراه المصريه عندها استعداد تذبح نفسها عشان اولادها يتعلموا. مزبوط. وعشان اولادها يعيشوا في استقرار. مزبوط. وعشان اولادها يبقوا متميزين. ده كلام مزبوط. مش هتلاقيه في اي مكان. وعشان كده ناس كتير يقول لك، في واحد مره كان قاعد راح يتجوز يعني ست يعني اجنبيه او حاجه زي كده، فبيقول انا يا عم، قلت له والله اللي يعديه الزواج من امراه مصريه كانه ما هيعيش حياته، لانه امراه متكاتفه ومتعاونه وتساعده وتقف معاه وتربي له عياله وتصل له بيته. كل ده مش هتلاقيه الا في المراه المصريه. طبعا. اللي انا شايف انها تحملت في هذه الفتره الماضيه اعباء ينأى بحملها الجبال. طبعا. واحنا طبعا يعني بعد الكلام الجميل ده طبعا يعني تحيه لكل ام مصريه طبعا، وطبعا ويعني واقفه سند كده لاولادها ولزوجها يعني. وطبعا ان شاء الله دايما بنقول في ظل الظروف الصعبه اللي بتمر بيها البلد دلوقتي، يعني لازم كله يتكاتف، الاسره كلها تتكاتف مع بعض ان شاء الله، ويعملوا اعداد زي ما حضرتك اوضحت كده، يحطوا الاولويات الافضل للميزانيه. ساعات طبعا يعني عشان نتكلم بصراحه، ساعات بيطلع حاجات كده في الشهر ما يكونوش عاملين حسابهم عليها، ولكن طبعا مع اعداد ميزانيه اكيد بيبقوا حاطين جانب لبعض الظروف اللي بتحصل. ويعني دايما كده لما بيكون في كل حاجه بترتيب وتخطيط بتبقى افضل يعني، وبتستمر كمان، ويعني بتبقى بتدوم مدى اطول. واحنا طبعا بنتمنى ان هذه الازمه تعدي على خير، وكل الاسر طبعا تبقى بكل خير وطيبه يا رب ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. انا الحقيقه انا بشكر وقت حضرتك جدا. انا اللي بشكرك جدا على اتاحه الفرصه دي. ويعني احنا الشرف. بس عايز اقول لك مصر رايحه الخير. انت ديك شايف الحياه طبعاً. انجازات. بص العصفوره النهارده تخش صلاح سالم تلاقي النفق بالليل. انا عديت على النفق في صلاح سالم، نفق صلاح سالم اللي انا طول عمري رايح جاي شايفه. تمام. فجاه ما لقيتوش الصبح تاني يوم. طبعا. تمام. كل حاجه بتتغير بسرعه. في حاجه بتتغير في البلد. مزبوط. وكلنا حاسين بيها، وبدانا نشعر ان في حاجه. احنا كل ما في الامر هنصبر شويه وهنعدي ازمتنا دي، زي ما العالم كله على فكره بره بيعدي. ان شاء الله مصر هتعدي ازماتها، هتبقى احسن دوله زي ما قال الريس قد الدنيا. احنا فعلا هنبقى قد الدنيا. البلد رايحه الخير. اديك بتروح الصحراء، اديك بدات تعمر، اديك بدات تنتج. النهارده جائحه كورونا ابرزت لك دور الزراعه. النهارده انت مزبوط. عندك الصوب الزراعيه كفتك، ما خليتش اشتريت من الخارج وكمان صدرت. ده في حد ذاته يقول ان احنا طبعا انجاز انجاز بيحصل، وكلنا ملاحظين هذا الوضع. طبعا يعني احنا طبعا بنتمنى ان يكون في هذا التطور اكتر واكتر في الفتره اللي جايه. وطبعا في الاول وفي الاخر طبعا يعني بنتمنى هذه الجائحه تعدي على خير طبعا، ونتقابل في الاستوديو زي زمان استاذ محمود، ونتناقش برضو في بعض الامور الاخرى ان شاء الله. فان شاء الله تنتهي هذه الازمه على خير، ونلتقي بكل خير يا رب ان شاء الله.
الله يكرمك يا فندم. أنا بشكرك جدا الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وقت حضرتك. مشاهدينا بكده خلصت حلقتنا النهاردة من برنامجكم صباح مي، إن شاء الله بكرة مع صباح مي جديد، وأشوفكم على خير وصباح الخير.